كيف تكون موحدا؟ يعني الإنسان يكون موحدا إذا شهد الله، شهد لله بالوحدانية لا إله إلا الله، وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة محمد رسول الله، وابتعد عن أسباب الشرك وسائله، والتزم هذا الطريق، يكون موحدا، فلا يدعو إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يسأل إلا الله جل وعلا، ويعتقد اعتقادا جازما أن لا ينفع ولا يضر، والذي بيده الخير ويحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى. يعني يحقق توحيد الألوهية، يحقق توحيد الربوبية، يحقق توحيد الأسماء والصفات، فيها إذا حقق هذا كله صار موحدا. والأصل في الإنسان في فطرته أنه موحد، هذا الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية في مسلم كل مولود يولد على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل في الإنسان أنه موحد، هذا هو الأصل، ولكن تدخل عليه الشواغل والدواخل وتحرفه عن هذا التوحيد. نعم.